لي زابيتوس عمي ندير لكم يلافق من الناس. وكما معودكم فاش كنفيق من الناس اشنو كنديروا اول حاجه؟ كنديروا ستوري تايم. بهاد السرعه وبهاد الجرأه وبهاد بهاد الحزم. وبطبيعه الحال علاش غادي نهضروا؟ غادي نهضروا على الصيف طبيعه الحال، غادي نهضروا على البحر. مي ماشي اي صيف وماشي اي بحر. سيداتي وسادتي، سياس معمولي الدار كنخططوا فين غادي ندوزوا الصيف هذا، كنختاروا نعام سيدي في البلايص فين نسكنوا، واش كنختاروا ما بين واش نكريو ابارتمون ولا نمشيو لوطيل، ونختاروا في لي زاكتيفيتي اللي غنديروا، واش نديروا هادي واش ما نديروش هادي، زعما فريمون ما واخدين راحتنا. واحد اللقطه وي ضرب لي في بالي، عرفتي ديك الان الاحزق ديالي فكرني وضحى، كنبغي ننسى هادشي الصراحه. من الان الاحزق ديالي فكرني في المعاناه. فكرت نعام سيدي النهار واللي هو بطبيعه الحال اول نهار كنقرر انني نخرج فاكونس بوحدي، ماشي مع مواليد الدار، بوحدي. انا من ديما صراحه كنت عندي مع داكشي ديال داكشي اللي كيديروا مواليد الدار، كيمشيو بجفافتهم بكراتهم كيمشيو كاملين، فهمت؟ ديما عقليه قوريه كنقول انا غنسافر كدا شورت ساكادو صحيح نخرج ونعرف حق رجال. كانت هذه الفكره اللي عندي، حاولت نابليكيها فوالا، وهادشي اللي وقع هنا. باش ما غاديش نسبويلي لكم، غادي نعاود لكم. نهار سيداتي وسادتي قررت انني نسافر وندوز لي فاكونس وحدي، ما بقيتش عاقل على العام بالضبط، مي فريمون كنت يلاه جبونس يلاه السيزيام ديالي ولا الباك ولا شي حاجه بحال هكا. المهم سيزيام باك، حيت انا غندوز زوج ديال الباكان، واحد سقطت فيه واحد نجحت فيه، مي غالبا غتكون شي 2015 شي حاجه بحال هكا من هذا القبيل. انا ولد عمي ربيع ولد عمي محمد، حنا تقريبا اج واحد، الفرق بيناتنا كامل غير شي شهور وصافي، مي تقريبا اج واحد، حنا بثلاثه بينا. كنا دايرين غير نساليو القرايه، غادي نمشيو نسافرو، ندوزو لي فاكونس ديالنا في شي بلاصه، نسافرو. اتفقنا قلنا غير نساليو القرايه غادي نسافرو. الوالده ديالي هضرت معاها، وعدتني بانه غير نسالي القرايه ديالي غتعطيني 500 درهم، درهم تنطح الاخرى. عرفتي شحال هادي شنو هي 500 درهم؟ هي داكشي اصلا باش كنا كنعيشو كاملين كندوزو الشهر، فهادي ما كذبتش. فري تخيل معايا الوالده عطاتني 500 درهم، وعدتني الوالده قالت لي صافي سالي القرايه ولا عليك. وبطبيعه الحال هادي غير بين قوسين، الوعود الوحيده اللي كيصدقوا في العائله هما ديال امك وباك. هادي بالتجربه اخويا ديالي، زعما ما شوف غير امك وباك، ما تثق بحتى شي وعد ديال شي واحد، عمك خالك غير امك وباك، ديرها هادي في ودنك. الوعود الكاذبه ديالك غندير لك غنفعل لك غنعطيك غنديك، ما عليناش، هادي قصه واحده اخرى. سالي القرايه ديالي نعم سيدي، مشيت للوالده ديالي قلت لها ماي مادر ماي لافلي مادر جيف مي ماي فاكين ماني، عطاتني 500 درهم. حنا كما قلت لكم كنا ثلاثه ديال ولاد العمام، كنا متفقين انه كل واحد فينا غادي يجيب حباده 500 درهم، ثلاثه بينا جاتنا هي 1500 درهم. وبطبيعه الحال حنا واحد الاناس اللي على قد الحال الكونسوماسيون ديالنا، دونك غادي نمينيميزيو الكونسوماسيون، حيت الهدف هو نتبحر، والهدف هو نمشيو نشوفوا البحر كي داير، حيت في تازه راه ما عندناش البحر. حنا راه كنطالبوا رئيس الحكومه يدير لينا البحر في تازه. داكشي اللي كان، انا جبت 500 درهم، ولد عمي ربيع جاب 500 درهم، ولد عمي محمد جاب 200 درهم. لا شوف كنهضروا دابا كنقولوا فيها فلوس ترونسبور، فيها بزاف الحوايج، 200 درهم ديالها ولد العبد. صافي حنا بطبيعه الحال عائله، باش ما يحش ولدي بداك النقص، غادي نشدوا ديك الفلوس، غادي نجمعوها، نجمعوها بحال هكا، والكونسوماسيون ديالنا غتقسم على ثلاثه، ماشي مشكل، ما عندناش حنا مشكل في هذا الشيء. صافي دونك الفلوس ما بقاش عندنا فيها مشكل. انا قلت لهم اودي انا جو بريفير اننا نمشيو لشي اكادير، المهم شي بلاصه في الجنوب. ولد عمي ربيع قال لك لا نمشيو نقصدو مارتيل ولا نشوفو كابو ولا نشوفو شي بلاصه، المهم ديك جويه في الشمال. ولد عمي محمد قال لك اودي انا اصلا كان كيصحاب لي راكم غاديين لاصيله، الا ما غاديينش لاصيله ما نمشيش معاكم. شوف العصا في الروضه اللي كيدير لينا. ما عليناش قلنا اوكي الاصيله شنو فيها؟ قال لك اسيدي فيها احسن بحر كاين في المغرب كامل، ومدينه واعره والحماق. انا ديك الساعه المدينه الوحيده اللي شايفها من غير تازه هي توجطات، راك عارف توجطات كي داير، عرفت الزهول اللي كاين في توجطات. صافي قال لك اسيدي اصيله احسن مدينه كاينه في المغرب، الزهول ور توريست تيتيز البحر حماق، عندك جوج ديال البحوره. حنا سمعناه كيضرب بحال هكا، قلنا السيد واثق من الهضره اللي كيقول، ما يمكنش ولد عمنا يكذب علينا، ما يمكنش. وقلنا اصلا الا مشينا شي بلاصه واحده اخرى هو قال لك لا ما يمشيش، هو قال لك ضروري اصيله. دونك اسيدي ماشي مشكل غادي نمشيو لهاد اصيله هادي. جلسنا وغادي نقدو الخطه ديالنا باش غادي نعرفوا حتى الفلوس ديالنا باش نمشيو حتى على قد الفلوس ديالنا. جلسنا وقلنا دابا حنا عندنا واحد 1200 درهم، منها ترونسبور منها ماكله من هادي، ما يمكنش كي غنديروا؟ ولد عمي ربيع النابغه قال لك اسيدي انا الوالد في الدار عنده واحد الطونطه واحد لاطونط واحد كل لك البيت فيها، وحنا محيدين علينا فلوس الكرا ريغلو، حنا قانونيين. طونطا نعم اسيدي نحطو حدا البحر نباتو فيها، قال مزيانه هادي فكره، حنا ما عندناش مشكل في هادشي ديال خيمه نعسو فيها مزيان. انا شحال تهز الخيمه هادي؟ قال لك تهز ثلاثه ديال الناس، ثلاثه ديال الناس غتهزهم ما تخممش. صافي حيدنا علينا واحد العائق كبير اللي كان اللي هو فينا نباتو. دابا الحمد لله عندنا الخيمه فينا نباتو. دابا سيدي شنو غناكلو؟ نخرجو نبقاو كل نهار ناكلو في الريستو؟ راه ما عندناش الفلوس، والا ما كناش غادي ناكلو في الريستو دونك راه كيخصنا
نطيبو فين غنطيبو حنايا؟ ولد عمي قال لك سيدي ساي نو مور، قال لك انا عندي واحد البيطه صغيره، عرفتي واحد البطا بالغاز صغيره ولا ما عرفتش كي دايره. المهم قال لك هذيك غتكفينا 15 يوم. تو معنا مي انا خفاف عيلة صغيره كويسين خفاف فريشطات معلق تويشيات هكا على قد الشق. قال لكم دا نطيبو خا غير لهم لا تويشيات خفاف نديرو ساندويتشات غير ديال الطون وكدا بصيله بطيطات ترونكي وحنا واكلين. انا نقول ليه مهدا المعلم صاير الامور بدات كتوضح. دابا نعم سيدي غادي ندوزو لمرحله التطبيق، مرحله فين صاي كنوجدوا الحوايج ديالنا باش غادي نمشيو نسافروا. طبيعة الحال ديك الساعه انا شنو كندير؟ كنمشي عند الوالده ديالي حيت انا ما عنديش اكسبيريونس، مشيت عند الوالده ديالي اللي عندها اكسبيريونس في هادشي ديال السفر وكذا. قلت لها الوالده ديالي الام الفاضله ديالي جمع لي الحوايج باش نسافر. صافي الوالده كتجمع لي الحوايج طق طق طق. الوالده وهي تسولني واحد السؤال، زعما هاد السؤال هي اللي غتبازا عليه في جميع الحوايج. قلت لها فين فين تباتوا بعدا نتوما؟ قلت لها واش ما فراسكش واش ما فراسكش بلي ولد عمي اللي رابع قال لك سيدي عنده واحد الخيمه كتهز شي 6 د الناس. طبيعة الحال قلت لها 3 د الناس ما تقدرش تقول لي لا ما بلاش جلس في الدار. اوكي انا زدت ليها 3 ديال الاشخاص. طلع عنده واحد الخيمه راه كتهز شي 6 ديال عباد الله كبيره تواسع غادي نباتوا فيها. الوالده فاش قلت ليها الخيمه دابا انا ديجا الخيمه اللي في بالي رسمتها خيمه كبيره داكشي. الوالده راه تخيلتها كيطون ديال السيرك، تخيلتنا غنفرشوا الصالون في الخيمه وتخيلتنا غادي نعيطوا للضياف وغيجيو يباتوا معنا والدينا مره مره. تخيلت خيمه فيها واحد 50 متر كار. دابا الوالده كما قلت لكم دابا حطات الصوره فين حنا غادي نباتوا ودابا غتباز على هاد الصوره هذه باش غتجمع لينا الحوايج. انا الصراحه كيفاش كنت متخيل الوالده غتجمع لينا الحوايج، غدير ليا سويكش ساكادو فيه شورت باش نعوم فيه لومبور سولاي ما تضربك الشمس بطبيعه الحال فيه تيشيرت باش تبدل تويشيات خفاف. كتعرفوا الصاك ديال الحمام هو اللي بقينا كنسافروا به اخوان لمده واحد 6 سنين متواليه. مورا داك النهار شدات النص في الخزنه خواته في داك الصاك، ماشي زعما اختارت لي الحوايج، شدات الخزنه بحال هكا نفضاتها نزل نص د الحوايج في داك الصاك سدات سي بون حوايجك ناضين. واحد اللقطه كندير في ديك الصاك بحال هكا كنلقى الحوايج ديال الشتا ديال الربيع ديال الصيف. راه انا ما غاديش مهاجر، انا ما غاديش لكندا غنبعد عليكم 3 سنين 4 سنين، انا غير في الدور هنايا وغير 15 يوم صافي. واحد اللقطه بديت كنشوف في الحوايج بحال هكا كنلقى الاخوان دايرين لي جوج ديال الجواكت شهر 8 شي 160 دوغري ديال الحراره. الوالده ديالي دايره لي جوج ديال الجواكت، وحده ديال الكوير وحده دودونه. علاش الوالده دايره لنا هادشي كامل؟ لا حكه ما حكه في الليل كيكون البرد لبس عليك شي حاجه. واخا في الليل كيكون البرد واش تلبس جوج ديال الجواكت مثلا؟ لا لا توسخات لك وحده البس وحده. اي واي توسخات وحده فين نديرها؟ نصبنها مثلا؟ ما عنديش فين نديرها. لا غير باش الا توسخات لك وحده لبس الثانيه. المهم الوالده ديالي بس كتلقى لي اعذار قنعتني 200%. ديت معايا ديك الصاك المعلم اللي فيه السلعه ديال المليليه، رحلت ديت معايا الرحيل ديال الدار. انا زدت ديك الصاك قلت للوالده صافي تهلاي فراسك. قلت ليها اجي باقي ما ساليناش. كيفاش باقي ما ساليناش يا الوالده؟ اش واقع؟ راه دابا المشكله شتي الوالده كون حبست غير هنايا غير هنا وصاف ما كانش اصلا غندير هاد الفيديو، ما كانش اصلا نحتاج نجلس دابا ونعاود لكم ونشكي عليكم ما محتاجش. ولكن لاكسيون جايه فهادشي اللي غادي يوقع من بعد. الوالده نعم سيدي عطاتني صاك ديال الشمال فيه ثلاثه ديال المانط، ثلاثه عباد الله ديال المانط في شهر 8. علاش الوالده ثلاثه ديال المانط؟ ما فهمتش ديك ثلاثه المانط اصاطر خصك نورمالمون. انا اللي كنعرف الناس لا سيدي الوالده قالت لك ثلاثه ديال المانط، وحده غادي تفرشها وحده غادي تغطى بها وحده الا جاكم البرد ديروا لكم جوج ديال الكواش راه كيكون البرد في الليل. دابا واش ما نقدرش؟ ما فهمت واش نساس ديك جوج جواكت اللي عطاتني؟ كاين شي واحد لابس جوج ديال الجواكت وحده كوير وحده دودونه ويجيه البرد؟ الاسكا وما يجيكش البرد؟ الاسكا بديك الجواكت اللي عطيتيني امبوسيبل يقرب لك البرد. نزيد عليها جوج ديال المانط للتوضيح فقط الاخوان. المانط اللي عطاتني الوالده تعقلوا على ديك المانط اللي يكون فيه من النمر، ديك المانط اللي باش كتبغي تهزهم خاصك تكون لاعب ديال ارفع الاثقال. هادشي شحال ثقال وهادوك عرفتي شنو فيهم؟ واحد البول ديالي حاشاكم قديم ديال الصغر مازال ما نشف باقي ساردين ما كينشفوش هادو اللي دخلت ليهم كتسكن تما باقي داكشي تما ديال شحال هادي مازال ثقال. شي غير وحده كتهزها السطا حتى كيغفل لك ربي الذنوب كامل عاد كتقدر تهزها. ثلاثة د المانط بحال هكا حطاتهم ليا تما نعم سيدي. قلت لك مازال ما ساليناش. قلت لك شنو درتو في داكشي ديال الموعان وداكشي ديال يا لهوي؟ ايوا تفرج نعم سيدي الفيترينات الموعن كامل عاوتاني درت ليها نفس الكونسيبت ديال الخزنه ديال الحوايج، شدت نص ودردراتو في ذاك اخوان. لقيت عندي واحد دافتي ديك الفنجان اللي كتشد بحال هكا واش كترفي لقى؟ لقيت عندي دارها لي شي ربعه. اش منك يا فناجل؟ اش منك يا طباس الطاوس؟ اش منك يا كوكوتات؟ اش منك يا معالق؟ اش منك يا شي تهلات فيا بالموعن؟ قالت لي لا باش هكا ما تكونوا مخصوصين حتى شي حاجه. ايه وعيط لشي هوندا تهز لينا هادشي زديه حيت راه ما يمكنش الانسان عادي يهز هادشي. خفيف ما والو نتوما اصلا غتمشيو في التران والتران غتنزلو غتحطو الصاك في زربات عليا واحد شويه حتى زبراتي بحال قناعات عيناش. شديت صاكي في كتافي حشاكم زيت الصاك على اليمن ديال الحمام بحال هكا الصاك ديال الشمال علقته فوق كتافي بحال هكا المعلم. وهنا تبدا رحله العذاب المطلق.
ثاني معلم غير باش نوصل من الدار للطاكسي غير باش نمشي لاكار ما لاحظتوش هنا راه عندي واحد الخويا هنايا كتبان لكم واحد الخويا عندي هنا اما تزاديتش هكاك راه تزاديت بكتف عادي راه ديك الصاك ديال الشمال راه حفر لي الكتف ديالي وهذا الكتف هذا طاح ما كتشوفوش ديما داير انا بحال هكا هذا طاح بقوه ما زيد ديك الحوايج بحال هكا كتفي طاح ما بقاش كيرجع يطلع مازال كاع مشينا انا مع سيدي بلك شايف المهم باش وصلنا لديك التران ديالنا بثلاثه بينا وصلنا اخيرا للتران الناس العاديين في التران شنو كيدير كيش تسوكش ديالو كيخشي في ديك اللعيبه ليها انا فين اودي فين باغي تخشيه انا ما بغاش يدخل لي الصاك من الباب على برا ديال التران كندفع وعباد الله كيدفع وعاونوا السيد عاونوا السيد يطلع كيدفع وجا الكونترول وجا اللي كيسوق البيلوت ديال التران جا مالكم ياك لاباس صحاب التران طاح اون بان شاف الناس مجموعين تما قال لي ياك لاباس واش شي واحد نزل تحت التران وصدمت عليه كل شيء المعلم اللي ساكن في ديك المدينه كيدفع في ديك الصاك دفع زر انت من ليه واحد شي انجينير والله ما كيقولوا لا عرفتي شنو هي وكندور واحد ان سور دو بي باش يتجبد لي بقاو كيديروا دراسات معمقه غير كيفاش يديروا يطلعوا داك الصاك للتران ماشي وانا مرقان صاحبي واحد اللقطه عرفتي مع طلعنا ديك السكن بحال هكا بداو كيتقرقبوا كتسمع ديك قرب 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 كلشي دار كيشوف فيا بحال هكا تقرقيبه المعلم ديالاش وانا ديك الساعه كان عندي جوج ديال لي زوبسيون يا غنضحك فيا البشر كامل تما نقول المراه الوالده عطيني لما عندي الدنيا والدين مسافر بهم يا غنستعمل لوبسيون الثانيه وهي اللي استعملت بطبيعه الحال درت عندهم قلت لهم لا الاخوان ما تخافوا ما والو هذاك غير الشراب راه عادي الشراب الاخوان هذوك راه ما تخافوا ما داشوا ماشي شي حاجه كبيره ايوا طلعنا داك السكان وكلشي خدا ليا واحد النظره قال هذا الكلوشار هذا عرفتي تما الناس نقاسموا لجوج كاين الناس اللي كيقولوا تبارك الله ما علم الله شحال ديال الفلوس هذا خاسر على ديك القرعه ديال الشراب اللي شاريهم تما والناس الاخرين اللي ما حملونيش كيقولوا وات السلقوط هذا ما مربيش عاوننا باش يطلع قرعه الشراب ما فراسهمش باللي تما راه طباس الطاووس والفناجل ديال القهوه والمعالق ديال لينوكس طلعنا المهم ديك الحوايج ديالنا وحنا نلقاو المعلم عرفتي التران كي داير عينك ما تشوف الا النور حامر مفركع طب الحال ما لقيناش بلاصه فين نجلسوا سردنا في ديك الكولوار اللي كاين تما سردنا نعم سيدي ايوا شدينا الطريق نعم سيدي خيط الطريق والى اصيلة وصلنا نعم سيدي الاصيلة تقريبا مع ديك جوي الفجر المهم كان فريمون باقي الظلام انت غتقول لي بلال دونك شديتو طاكسي باش مشيتو للبلاصه فين غضربوا لاطونط ديالكم شنو فراسكش اللي غادي واحد معانا جايب 200 درهم ديجا حيد منا واحد 70 درهم ديال الترونسبورطارت وانت كتقول لي طاكسي الكعبي يا المعلم الكعبي شديناها عرفتي شنو من لاكار من لاكار حتى البحر شي 65 ساعه ديال الطريق كاينه هي نورمالمون كاينه غير شي نص ساعه عرفتي كي دازت عليا قربي لا دازت عليا بحال عذاب القبر طويلة شي واحد اللقطة وحنا غاديين بداك السيكان ديال الشمال تيرا واحد جا عندي قال لي واش جبتو شي سلعة جديدة من مليليا هاد المرة هادي صحاب لنا شي بيع واش الراي قلت له لا هاد السلعة هادي راه ديال موالي هادي موصينا عليها السيمانة الجاية بحال هاد الوقيتة هادي غنجيبو شي سلعة غادي نبيعوها للناس بوبليك لاقيني هنايا في نفس البلاصة حنا راه غادي ندوزو لي فاكونس شوف فين ولينا وصلنا أخيرا للبحر ولد عمي بطبيعة الحال الربيع قال لك شوف هاد البلاصة هادي جاتني مناسبة فين غنحطو لاطونت ديالنا في الرملة حدا البحر البحر فين كيعوموا الناس كنقول لك هادشي راه باقي الظلام صافي ولد عمي قال لك هادي بلاصة مناسبة سيروا دبروا على الحجر وجيبوا الحجر ثقيل باش يلاه يلاه لاطونت ما يديهالناش البرد شي واحد اللقطة انا سمعت الحجر ثقيل ولاطونت ما يديهاش البرد وكدا عرفتي شوية ما نجيبلو شي سارية فريمون الساط تخيلت البرد وكدا ولاطونت غيطير لنا البرد والدار غتمشي لنا ونجيبلو واحد الحجر كبير هزو بحال هكا ونحطلو تماك ايوا تا واحد اللقطة كيبان لينا الساط ما فهمتش جبد لينا واحد الكاراباس ديال واحد الفكرون وقال لك هاي لاطونت فين هي لاطونت عاود لعبت قال لك لا هادي راه واخا تبان لكم صغيرة بحال هكا ولكن راه كتهز ثلاثة ديال الناس كتهز ثلاثة ديال الناس ثلاثة ديال الناس بحالنا ولا ثلاثة ديال الناس ما فهمتش كدوي على دوك الناس اللي داكا الى دوك الناس اللي قداكا هتهز لك جوج جونس الى حنايا راه ما هزاش ثلاثه وسمح لي لا قال لك والله الا عرفتي شنو واخا نتزاحموا واحد شويه مع هادي غتكفينا غير تاكلوا الله ما عليناش شدينا ديك الكراباصه ديال الفكرون حطينا ديك لاطونت فتحناها ايوا حنا نهرقوا فيها السلعه ديال المليليه المعلم هرق لي الكواش هرق لي الموان هرق لي زعما بدينا كنأتتو الدار حاشاك واحد القضيه نسيت ما قلتها لكمش عندك انا ولد عمي ربيع كنا جايبين سكن كبار فيه السلعه ديال المليليه وصيفطونا مولين الدار متقلين باغ كونطخ ولد عمي محمد اللي جايب معاه 200 درهم صراحه عقليه قوريه جاب معاه سويكش فيه شورت باش يعوم واحد جوج تيشيرتات الله كريم فينا تنعس باش تغطى حتى حاجه ما كاينه قال لك لا انا ما كيفرعني لا برد لا شتا لا حتى شي حاجه سير على الله ماشي مشكل طرشنا هذاك الشيء حطينا هذاك المانت ما حطينا العالم عرفتي شنو راحنا كاو بالناس كاو بالناس بغينا غير الوقيته فين نرجعوا شي شويه شدينا هذاك المانطا الساط حطيناهم تما فرش مانطا ليا فرش مانطا لولد عمي اللي ما جابش معاه والو ولد عمي تا هو الاخر جاب معاه واحد المانطا فيني ناس عليها وكاشه واحده تغطينا بها كاملين تما نتوما غتخيلونا رحنا ناعسين بحال هكا واحد حدا واحد ومغطين بالكاشه لا كنا ناعسين بحال هكا
واحد فوق واحد ومغطين بكاشه واحده. جينا دايرين بحال شي بحال ديك الاولياء الصالحين اللي كتلقاهم في شي سيد، ديك القبر ديالو اللي كتلقى داير بحالك بحال هكاك. جينا والله الا اللي طلع علينا من ديك لاطونط بحالك كيبان له شي ولي صالح، اولياء الصالحين. وبطبيعة الحال ديك السلعة الاخرى وديك السلعة وديك السيكان الاخرين وداك الشيء خليناهم على برا، على برا على المنع. ما كاينش يا انت غتنعس تما يا غتدخل الحوايج بلاصتك وانت تنعس على برا. عرفتي صافي يلاه تقلناس علينا كلشي، حطينا راسنا بحال هكا باش نعسوا. هو جا عندنا واحد الجوندار قال لك نعم اسيدي هادشي اللي كديروا انتيردي نوض، حيد عليا من هنا. تخيل مع هذيك التمارة كاملة اللي ضربنا عاودها بالعكس. ايوا خصنا عاوتاني نحيدوا داك الشيء كامل وجماع ورد في السيكان والروينة. دابا المشكلة ماشي هنايا الصراحة، المشكلة هي فاش كنا كندخلوا للطونط. راك عارف كتدخل من الرمله، كتدخل الطونط كتدخل معاك شويه ديال الرمله كتبقى غادي بحال هكا. شي واحد اللقطه ديك الكواش بغيت نهزهم باش نردو من الصاك، شي مع تيلمو عمرو بالرمله ما قديش الصات نهزهم، هما اصلا تقال وعمرو لي بالرمله. الرمله قلت لك راه شوف غادي بحال الثقب الاسود ديك الكاشه ديال النمر، اللي كيدخل لا ما كيخرجش. هيا ما تنفض، هيا ما تحمق راسك، الا سكنات فيها الرمله تهلا في راسك. ايوا نعم اسيدي شدينا داك الكواش بالريق الناشف، داك الجوندار مسكين بدا كيهز معانا. شي مسكين حسيت به كيهز زوكي شارات قال ديال بصح. حطينا المهم ديك الكواش وداكشي وجمعنا الصاك، نورمالمون كان فيه شي 60 كيلو مع الرملة ومع داكشي ولا فيها الصاط واحد 120 كيلو على القليله هاد دوبل. جمعنا داكشي وجلسنا كنتفرجوا تما اش غنديروا دابا الابطال، فينا نباتوا راه فينا الناس. الكحكه محكه غنتسناو غير الشمس تطلع شويه غادي نمشيو نقلبوا على شي دار رخيصه وبلاصه ما نديروا 15 اليوم وداكشي ترا غير شي سيمانه ولا شي حاجه. اول دمي الاخر محمد هو يتقلق قال لك انا جاي لهنا باش ندوز 15 اليوم، ما تقوليش انا ندوز سيمانه ولا عطيه 200 درهم ديالو يمشي في حاله، رد له فلوسه، رد له الصرف ديالو شحال باقي لك؟ باقي لك 5 دراهم هاك سير فحال سير فحالك. وجايب 200 درهم حيد منا الترونسبور، لا حقا ما حقا انا جاي ندوز 15 اليوم. هاد الهضره سير الصاد شكي في البرلمان ولا شي حاجه، سير شكي للهم هما ماشي حنايا، حنا ما مسؤولينش عليك. شكي وشكي وطالب وناضل على الحقوق ديالك. انا مواطن مغربي من حقي ندوز 15 يوم في اصيله، دوي على المطالب ديالك. ايوا المعلم عرفتي شنو كان بانو جالسين في ديك الرمله، عرفتي ديك الجندارم الصراحه شرد عائله المعلم شردها على قدها. بقينا جالسين كنتسناو طلوع الشمس، تنطنا بالشمس مزيان مازال كاع ما نعسينش. ايوا وكهازين السيكان ديالنا وكنتساراو بهم. ربي مازال عندي واحد الميسكل باقي، باقي عندي واحد البيسيبس مابقاش كنحتاج نخدم البيسيبس، باقا مطراسيا من ديك العهد صافي خدمتها اون فوا بوتو. غادي كنتساراو بديك حمل الاثقال المعلم، ديك السلعه ديال مليليه وديك قراعي الشراب. تلقينا واحد الخصيم دبر لينا في واحد الدار، هو قال لنا دار، قال لنا ندبر لكم واحد الدار 50 درهم الليله. عرفتي شنو هي الزهو؟ ومشينا فرحانين ما قدنا فرحه، 50 درهم الليله الزهو. مشينا استقبلتنا المراه، مرحبا بكم ولادي تفضلوا كذا. طلعتنا السطح الخدمه فهمت، طلعتنا السطح شنو زعما كتسنى يمكن الدار تخوى باش تهودنا يمكن شي اللي كاين. وتقول لنا شتو ديك البريريكا صغيره عندها في السطح؟ هي هذيك هي البلاصه فين تسكنوا. تبريكا كي دايره؟ اربعه ديال الحيوط زنقه من الفوق، قد هذا البيزات صغير منه بواحد نص، دايره فيها واحد ثلاثه ديال السدادر قدام. ديك السدادر اللي فاش كتجي غادي في الزنقه كتلقى مسكين شي واحد متشرد ناعس على شي حاجه، وديك شي حاجه اللي كنعس عليها راه هي اللي نعس عليها انا في ذاك البيت انا ولاد عمامي. مي في الاخر قلنا ماشي مشكل مزيان، اللهم هاد الحاله هادي ولا بقاو مشردين في الزنقه. هنا غادي نعاود لكم على واحد الغلط واحد اخر كنا دايرينه. كما قلت لكم حنا الفلوس كنا جامعينا، واي حاجه كنخسروها كنحيدوها من ديك الفلوس. بيت الخزين، شكون هو امين المال ديال ديك بيت الخزين؟ عطينا الفلوس لمحمد باش ما يبقاش فيه الحال، حيت هو اللي جايب قل، حيت هو اللي ما جايبش معاه بزاف، قلنا باش ما يحسش بديك النقص زعما راه هو ما جايبش معاه بزاف وكذا، غنعطيه هو الفلوس صافي وخرج منها وداك الشيء. انا مفيكسي مع مولا الدار تخلص لها الكره، ثم غير طلعوا للشومبر وتكا. طلعنا حطينا المانط ديالنا، حطينا المهم ديك الشيء كامل تما، بعد ديك الشنطه ديال المليليه حطيتها كيما هي، حطيتها ما جبدتها ما والو، بالرمله ديالها بالبحر ديالها هي والماء والكشكوشه والرمله وكلشي حطيتها تما. صافي تكينا حطينا راسنا على المخده، كيطلع ولد عمي محمد قال لك سي بون خلصتها في 15 اليوم. عاود قلتي في شحال خلصتيها؟ قال لك خلصتها 15000 ريال، غنضربوا احسن 15 اليوم. ولد عمي ماشي هو ما كانش عنده صراحه بزاف مع الماط، قلنا له شوف جيبك شحال باقي فيه؟ جبد الاخوان لقى فيه شي 300 درهم ولا شي حاجه، لقى فيه شي تفرتيت. ايوا حتى واحد اللقطه ولينا عاوتاني جالسين عندنا مشكله واحده اخرى، كون عادي نمشي عند مولات الدار يقول لها ردي لنا فلوسنا، راه ما عادش نباتوا 15 يوم نباتوا قل. مشينا عند مولات الدار نعم اسيدي قلنا لها ودي راه سوء فهم وقع وكذا، ردي لنا الفلوس غنبقاو نخلصوك نهار بنهار. قالت لك انا الفلوس دفعتهم. فاش دفعتهم؟ الله دفعتهم، كان فيها كريدي ولا ما عرفت شنو كان فيها كاع، دفعت الفلوس ما عندي ما ندير لكم. ايوا حنا نرجعوا نطلعوا هذيك البراكه كي غنديروا دابا ندوزوا هذا الشهر.
هاد الشهر 300 درهم الصاط. واحد الاخضر خينا راسنا ما خصناش نبقاو نشربوا الماء باش يلاه تكفينا الفلوس. ما علينا اش قال لك اسيدي صباح ويفتح لي بعدا نرتاحوا شي شويه نحاولوا نيكونوميزيو شي شويه في ديك الفلوس. نهار الاول هادشي باقي نهار الاول ارتاح هنا شويه فقنا مشينا قلنا ناخذوا شي حريشه شي حاجه غير باش ناكلوا راه ما واكلين حتى شي حاجه. خرجنا كلينا شي لعبات خفاف راه ماكسيموم 5 درهم اللي خسرنا لواحد يمكن في محلابه. رجعنا للدار وزعما اللي جاب 200 درهم تعقلوا عليه جاتو صريصره. اجي انت جاتك صريصره نوض سير الاحسن فرماسيان كاين تما خذ لك احسن سميكطه. سميكطه هي الدواء اللي كيديروها فاش كتجيك صريصره. شرا ديك سميكطه باقي عاقل شي 70 درهم والله ما عرفت شنو. هذا اللي جايب 200 درهم قاس كيتبرع الدواء في ديك الوقيته راه عندنا كتبرع تهلا فراسك. هرقتي الفلوس ديال المصروف ديال السيمانه المعلم هرقتيه في الزبل. ايوا عرفتي ديك الساعه شحال بقى لينا؟ بقى لينا شي 15 درهم ولا ما بقى لينا والو الصاط. حنا مازال يلا النهار الاول عينك ما تشوف الا النور المعلم. فواحد اللوبيا كنفطروا بها تغداو بها ونتعشاو بها. نشريو كيلو ديال اللوبيا كيخصنا ندوزو بها سيمانه. اللوبيا اليوم اللوبيا غدا اللوبيا بعدو ضربنا شي 3 ايام المعلم تما وحنا كناكلو غير في اللوبيا. كتمشي للبحر كتعوم كتجي اللوبيا كترجع للبحر كتعوم كتجي اللوبيا. عرفتي ديك البراكه كتكون ضربه فيها الشمس كتولي سخونه الصاط بحال دخل الصونة. زائد بثلاثه بينا واكلين اللوبيا. اللوبيا شي مره كتكون بايته حزاقه المعلم ديال الديو عرفتي تما كتدخل المعلم خطر الموت النووي. عرفتي ديك ضربونا بالمنوي ضربونا بالمنوي المعلم تي وحق ربي لك تعتب بحالك كتدخل وجهك في ذاك البيت وجهك كيتقشر قوه الشمس مع الصهد مع الروايح لا اله الا الله. روتين الحياه ديالنا كيفاش كان داير كما قلت لكم راه ما كانت عندنا لا انترنت لا حتى شي حاجه. غير وجاني واحد القضيه هربات ليا من بعيد بحر في اصيله ما فهمتش. نورمالمون كتمشي للبحر كتجي كدوش كتلقى ديك الرمله اللي تتغلغل في المناطق الحساسه ديالك عاديه اللي كتلقاها. اصيله لا اصيله كتلقى عندك الصاط طحالب طحالب مره كتلقى عندك شي سبونج بوب ولا شي حاجه في القزيبه ديالك. هذيك البحر داير بحالك كتلقى عندك الصاط حوته وبسيط عندك معاها في القزيبه ديالك. ضربنا الاخوان 3 ايام الشمس الصهد اللوبيا حذاق لا بحر مقاد لا سالت لينا الفلوس قالت لينا فلوس ترونسبور بالثماني والكمان. بقينا كنشوفوا بحال هكا زعما كنقولوا يا نكونسوميو فلوس ترونسبور نزيدوا شي نهار نقلبوها سعايا في الاخر يا يعني نمشيو في حالات نرجعوا للدار. ولد عمي هو ينطق نطق ناطق فقال انا هنا جاي باش ندوز 15 يوم. عرفتي شنو وقع؟ سمحنا فيه بقى بوحدو تما ما نفكش سيد ما عندو حتى ريال وما عندو حتى ريال. قالك انا ندوز 15 يوم ديالي. ايوا حنا شدينا ديك البركه اللي بقاتنا ما سيتيش دينا بها احسن ترين غادي لتازا ورجعت. الحاجه الوحيده الصراحه اللي نقدر نقول لك درتها وانا فرحان هي رجعت لتازا بالصاك اللي فيه الحوايج بوحدو صافي. رجعنا لتازا سالينا لي فاكونس ديالنا دازت 3 ايام بركه المعلم. دخلت عند مالي الدار السلام دخلت كحل. حنا راه ما عندناش داكشي ديال لومبرسول هاي حنا عندنا راه كضربك الشمس على المعلم حتى الجلده ديالك كتشوط. دخلت عندهم كحل فاخره السلام عليكم الاخوان احنا جينا. ودوز قولي فين 15 يوم؟ قلت لا دوزنا 3 ايام مفطحه حسنا ما ندوزو 15 يوم حنسره. قلت لها برعنا راسنا تهلينا ما كاينين البيتزا على برا طواكس طواجن قاضينا كامله عاد جينا. فينا هو محمد؟ ابو محمد خلينا قال لك مازال هو باقي عنده الفلوس مازال يدوز هو واحد 15 يوم واحده اخرى. وهي الويداوي ترد البال هز غير صاك واحد يتسولني واحد السؤال الصاد قالت لي فينا هو الصاك الثاني؟ عرفتي باش جاوبتها الاخوان والله ما غاتيقوا نتوما ما غاتيقوش من الويده تيقات. قلت لها شفروه ليا بدخلنا عليكم بالله الاخوان شكون هذا الحمق هذا اللي غايشفر لك صاك فيه 160 كيلو فيه المانط فيه ملبول سارد والرمله واحد شويه ديال الكشكوش هذا البحر تيديناها معنا تما. قالت لك وكيداروا هذا شفروا لك المانط وما درتي والو. قلت لها الويده لا لا يوريك راه جبدوا عليا جنويه وكانوا غيضربوني. قال لك راه طلق وداو لي كلش المان وداو لي كلش خلاو لي غير الصاك اللي فيه الحوايج والفلوس وصافي. داو المانط ولاد الحرام ولاد الحرام داو لي المانط ولاد الحرام. ويدا مسكينه نياتي قالت الله يسمح لي من ويدا واحد الطبسيل ديال الطاوس خليته في اصيله. لي زامي القصه ديالنا سالت هنايا. تفكرت هذه الاستوار هذه قلت والله ما نحاربكم منها. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون عجبكم. الى عجبكم بارطاجي مع صاحبك كله تفرج في الناس كيفاش كيدوزوا لي فاكونس. وهذا الشيء اللي كان تهلاو لي فراسكم كان معكم بزاف.